نقف على أسلام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم دجالون إن هؤلاء مدبر ما هم في أبد ما كانوا يعملون قال أغير أبغيكم إله واحد وأعلم نجم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم أغنقهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم دجالون إن هؤلاء مدبر ما هم في عباد ما كانوا يعملون قال أغير أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ وعدنا موسى 30 ليلة وأسمنا بأجر فتم قرب عينا وقال موسى لأخيه هارون أخذهم بأخذهم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه قال رب أرني أنظر إليهم قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى رب الجبل جعل ذاك وخار وخر مسيقا فلما أفاق قال سبحانك من أم وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أديت وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح بني شوق وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أديتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء وموعظة للمتقين وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أديتك من الشاكرين وكتبنا له في الألواح بعد الشيء وخلناه بذلك إن كنت من الصادقين وقال موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أديتك من الشاكرين وكتبنا له في الألواح بعد الشيء وتفصيلا لكلمة هدى ورحمة لقوم يؤمنون وهذا كتاب أنزلنا فخذها بقوة وأمر قوم يغمسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين تكبروا في الأرض وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعد من حولهم عجلا جهرا ألم يروا أنهم ظالمين ولما سقط فيهم قالوا أنهم أغنياء من المسلمين ولما رجع موسى إلى قوم غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخر ما إليهم قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تسمي المعاد ولا المقام الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك إنك أنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سبغوا منهم إن كنتم صادقين ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسخة يغيرها ومعظم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذ جمر الرجفة قال رب من قبل أيام أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الغافرين واغضب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بهم قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا
قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا مصدق الأدبر إن كنتم صادقين وقطع لهم اثنتي عشرة أسباط الأمما وأوحينا إلى موسى إذ قال بعصاك الحجر فانبجس منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا من حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البلف السبيل دون حيدنهم إيطان حيوم السفع والأمر الأمين كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون قوما لله مولكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرون بكل أول عم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين هون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عدوا وقلوا كونوا قردة خاسرين وإن تأذن ربك ليبعثن إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب إنه لغفور رحيم وقد جعلهم بالأرض أمما منهم الصالحون منهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدب يقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا أيام الأولين ألم يأخذن بالسوق من أهل يقول أمينين الذين اتخذ منكم صادقين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما في لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذرية معهم قالوا بل شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعضهم أفتهلكنا بما فعل المبدلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون واتسلوا عليهم نبأ الذي أتينا آياتنا فانسلخ بنا فأصبح الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل علي الهث أو تبتل من أنك بذل كذلك يبفق سسل القصر عليكم يتفكرون ساء مثل قبل الذين كذبوا بآياتنا أنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فالمهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد أذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد أذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها لهم أذن لا يسمعون بها أولئك كالأنعم بل هم أضل وأولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق ومن عسى وأن عسى أن يكون قد قدر بأجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاسترمت إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحمرها وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكبرت وما مسني سوء إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر الحمد أنت خير الغافرين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله.